فسلها أبو عبد الله لله يا ليل الوداع لما جرى فوداع آل الله فيك مهول حيث الحسين يروح فيك مودع آل الرسول بلوحة ويقول هذا الوداع أحبتي والملتقى في دار خلدين ظلهن ظليل فلن فقدت بنات المصطفى في لوحة أيوا حسينا وأصابها منها ولداك دهول أبا عبد الله دم سالما ونفوسنا لك تفتدى لو كان يجدي للفداء بديل ناداهم صبرا فقد نزل القضاء يا زينب يا رقية يا أم كلثوم ناداهم صبرا فقد نزل القضاء وبكاكم بعدي غدا سيطول في وداع حتى الله يصيح زينب يا سكينة في وداع حتى الله يصيح وياي زينب يا سكينة فر انطبك الهم ضجا يا وليل عنت روح من بعد وصيت يسترجيح وبس يدير بالعين فرد حواسير والعزر بالحال طاح والكل على حسين اشبحت والروح راح وتجلدت شده صاح بعدك يا خويا هالحراير تلتجي الصبر في مثل هذه الليلة زينب تنادي وأخاها حسينا والأطفال والنساء ينادون وضيحتها كيف البصر لو جلجل الليل الظلام يتابع هالعسكر المشوم ما ندرش مرامة يا هو يصاليها تريد رجال ظفري قالها بصبر حيدر يا زينب قالها بصبر حيدر تلقي هالمصايب الرزايا والنوايا سلب وسبي وتشهير ما بين الأجانب راسي وراس أخوتي الكوفة الطبي قبل عطي صفنا حال زينب في مثل هذه الليلة وقولوا زينب على باب الخبر على باب الخبا وقفت كئيبة لا ذبذممكم لا
عصيان التجيب هاي ام الحزن زينب الليلة تودي اخوتها يا ابويا من ارحال بهالليلة خاف عليك تتصدع باجر يا علي يا ابني ليك امر الحرم يرجع راحيل يصير تكليفك ترحل لو تضل كيفك تراني بهالحي تراني بهالوقت ضيفك لو طلعت شمس باجر اغيب انقابل غيبتك هاي ام الحزن زينب الليلة تودي اخوتها هاي ام الحزن زينب الليلة تودي اخوتها صاح حسين يا سجاد وزينب قاعدة وتسمع الليلة خاف عليك تصدق وباجر يا علي يا ابني لك امر الحرم يرجع راحيل يصير تكليفك ترحل لو تضل كيفك تراني بهالوقت ضيفك لو طلعت شمس باجر اغيب انقابل غيبتك من سمعات بحجي حسين زينب خلت وقامت تتراجف ما فاصلها يا ويل وروحها حامت زينب ليلة العاشر داك الليل ما نامت من سمعات بحجي حسين ما غمضت لزينب تصيح وين اروح وين وانا اخواتي بهالعيلة شلون الليلة طبتها هاي ام الحزن زينب الليلة تودي اخوتها هاي ام الحزن زينب الليلة تودي اخوتها زينب قصدات العباس والهم قصد وياها لما شافها العباس تتعثر بممشى طالع من خيمته مغضب لا عند اخته وتلقى هلا يا زينب يقلها هلا برويحتي كلها زينب لا عد كافلها صدت والقلب دامي واخت نقاتب عبرته هاي ام الحزن زينب بالليلة تودع اخوته هاي ام الحزن زينب بالليلة تودع اخوته اخ اللي عند العلي الضيوف العشية وباجر يعاين خيمنا كلها خلية ويوم يدعش تكفر فيا في الغادرية باجر يا خويا بهالوقت ما عندي يا اخوة
بعد روح الخيمتي خيمتي وجماع يتامى وبجي عليكم يا اخوتي يا اخوتي واكثر من اججا الوقت ما عندي يا اخوة لله يا ليلى الوداع اللي ما جاء فوداع آل الله فيك مهول حيث الحسين يروح فيك مودع يا الله أمن يجيب المضطر إلا دعاه يا شيخ أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إلا دعاه يا شيخ إلهي نسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته علينا أن نستحب في مثل هذه الليلة من زيارة الحسين عليه السلام وأن نترك الضحك خاصة في مواكب العزاء لأننا في فاتحة أبينا الحسين أبونا الروح الإمام الحسين عليه السلام اللهم بحقه فرج عن أسراره اللهم خلصهم من سجون الظالمين اللهم شافي المرضى بحق الحسين اللهم إن عليهم الشفاء العاجل يا الله يا الله ألبسهم ثوب الصحة والعافية اللهم من كان صاحب حاجة فاقضي حاجة بحق الحسين فرج عن كل مكروب ومهموم ومغموم بحق الحسين إلهي احفظ علماءنا المجاهدين اللهم احفظ مقدساتنا الإسلامية واحفظ زوار الحسين أرجو حملالهم سالمين اللهم انتقم من أعداء الدين اذكروا موتاكم في مثل هذه الليلة وعاد الفرج ارزقنا زيارة الحسن السلام عليك أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك السلام عليك وعلى حامل لوائك أبي الفضل العباس وأختك الحوراء زينب السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيد والأسير السلام عليك وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدائن والسلطان يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة وعلى أخيك القاسم وأختك المعصومة وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غري يا صاحب الزمان إمامي وإمام الإنس والجان سيدي عجل الله لك الفرج وسهل لك المخرج سيدي عظم الله لك الأجر بمصيبة جدك الحسين تنسى يا أبو صالح أبوك حسين منطاح راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورماح هجموا على حريم الأعادي وبن سعد صاح
هجموا على حريم اندبح ليس الحريب. سيدي زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشامات وانشد على اللي وقفت بدروازة الساعات وقل للفرات حسين يمك بالعطش مات. سيدي عجل الله لك الفرج واجعل الله من انصارك واعوانك والمستشهدين بين يديك. السيد على السيد يوسف اللهم ارجعه الى اهله يا الله. يا الله بحق الحسين بحق هذه الليله يا الله. والفاتحه تسبقها صلوات.